بسم الله، أبدأ كلامي معاكم. النهاردة هنعمل ريفيو على مضرب النسكافيه ده وهنستخدمه مع بعض ونشوف فعلا بيعمل رغوة فوم زي الكافيهات ولا أي كلام. تعالوا نشوف هنستخدمه ازاي. ما تنسيش لو الفيديو عجبك تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعالوا مع بعض، يلا نبدأ. اول حاجة واهم حاجة علشان تعملي فوم كويس جدا، هتعملي ايه؟ هتجيبي نسكافيه وهتحطي نص معلقة نسكافيه، نص معلقة، وهتحطي مية. دي كمية المية اللي انا حطيتها مع النسكافيه. انا دلوقتي حطيت نسكافيه ومعاه مية بس. اكتر تكة غلط بتخلي النسكافيه ما يعملش فوم انك تحطي سكر، ممنوع انك تحطي سكر. تعالوا نجرب مع بعض وهنشوف كام ثانية النسكافيه الكوباية دي احتاج ان هي تعمل رغوة فوم. تعالوا كده نبدأ وعدوا العداد اللي على الشاشة. المضرب ده فيه منه نوعين، نوع فيه 3 سرعات ونوع فيه سرعة واحدة، والاتنين يعتبر تمن واحد، فانتي الافضل انك تجيبي التلات سرعات. زي ما انتوا شايفين هو خلاص يعني بدأ الفوم يتعمل، وزي ما قلتلك اوعي تحطي سكر، السكر بينزل مية اكتر فبيخلي الفوم ما يتعملش، بالعكس بتحسي ان هو مترسب تحت. زي ما انتوا شايفين كده احنا ما خدناش وقت خالص، وبقى الكوباية كلها فوم. كل ما تضربي اكتر كل ما يبقى فيه فوم اكتر. شوفوا انا كده يعتبر خلصت، بس انا حابه بصراحه ان انا اعمله فوم اكتر، فانا هضربه كمان شويه. وممكن تحطي عليه لبن سخن وممكن تحطي عليه لبن بارد، بيبقى ايس كوفي. زي ما انتوا شايفين ادي الفوم، الكوباية اصلا بقى كلها فوم. انتي لو حطيتي اللبن اعتقد ان اللبن هيبقى الكمية دي، لان الفوم كله هيطلع على الوش. في دقيقة واقل من دقيقة زي ما انتوا شايفين عملنا الفوم. طيب بصوا المضرب، المضرب بيشتغل بحجر قلم، اتنين حجر قلم، وده المضرب اللي فيه 3 سرعات. ادي سرعة 2 3، انا بصراحة بستخدم اللي في النص. عايزة تغيري السرعة بتضغطي على اللي في النص الاول وبعد كده بتتكي على اللي فوق واللي تحت، يبقى زي سرعة متقطعة، يبقى اسرع. اهو تعالوا بقى نحط اللبن ونشوف اللبن هيوصل لحد فين. ادي اللبن زي ما انتوا شايفين، ده كله فوم، ده كله فوم. وادي كمية اللبن، وممكن تحطي عليه شوية نسكافيه على الوش للتجميل، ولو عملتي ايس بالتلج يعني لبن ساقع مش سخن يبقى طعمه كمان رهيب وجميل. يعني زي ما انتوا شايفين الفوم، وده اشتريه وانتي مغمضة. عايزة اقول لكم على حاجة مهمة جدا. في ناس بتجيب المضرب وبعد كده بتقولي اشتغل مرة واحدة وبعد كده ما اشتغلش. انتي عارفة انتي عملتي ايه؟ انتي لما جيتي غسلتي الهيكل البادي كله بتاع المضرب. لا، انتي كل الموضوع هتجيبي كوباية فيها مية وهتغطسي القطعة دي اللي انتي استخدمتيها في المضرب كله، يعني انتي ما استخدمتيش المضرب كله ده، انتي اللي ما استخدمتي القطعة دي بس، فانتي بتحطيها في مية كده وتنضفيها وبعد كده تشيليه وتحطيه في وضع افقي بالشكل ده، بحيث ان مفيش مية تدخل للحجارة بتاعة القلم او الحجارة بتاعة الجهاز. انك هتجيبي كوباية فيها مية وهتغسليه بالشكل ده وكده خلاص نضف،
ولما تيجي تخزنيه هتخزنيه في وضع افقي عشان الميه لو نزلت هنا هتدخل للجهاز من جوه وهتصدي وطبعا مش هيشتغل. يبقى انت مش محتاجه انك انت تغسلي البادي كله بتاع مضرب النسكافيه، انت هتغسلي دي بس لان في حجاره قلم فبالتالي هيبوظ وهيصدي. يبقى اول حاجه في المضرب النسكافيه علشان يشتغل معاكي كويس ويجيب نتيجه عمليه، النسكافيه عليه ميه فقط ما تحطيش سكر. حاجه تانية، لما تيجي تنضفيه هتنضفيه بالشكل ده وتحطيه في وضع افقي بالشكل ده في التخزين في اي كوبايه فاضيه مثلا علشان خاطر الميه ما تنزلش فيه وتخليه يصدي ويبوظ. اشتريه وانت مغمضه. سعره من 15 ل 25 جنيه بالكتير جدا في السوق. وخليكي دايما هاتي اللي هو الثلاث سرعات ده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.